أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 118 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح يومه الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 9957 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 8249 حالة بعد تماثل 26 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 213، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 520,621 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.